level of fiqh and the level of intelligence and the way to reply and to analyze. According to me, one of the best scholars today living, or two best scholars, one would be Sheikh Muhammad Hassan Addadu. He's from Mauritania, but since the past few years he's living in Turkey, in Istanbul, and I've been meeting him for several years. Alhamdulillah, the last time I met him was at the KL Summit, and before that when I was in Turkey. He is one of the best living Islamic scholars in the world, as well as Sheikh Abdulaziz Al-Turaifi. And the other one that I can think of and I can name is Sheikh Muhammad Salim Munajjid. And all these scholars, every year, mashallah, I meet them many times. For the last several years, I've been meeting them. Except, you know, now some of them are in custody. So since the last couple of years that they have been in custody, I could not meet some of them. So these that I can think of today are the top scholars and who I refer to. شغل المقطع رقم 5 لزعيم من زعماء الإخوان المسلمين وهو الدد الإخواني الصوفي التجاني مزبلة للبدع والخرافة زبالة إخواني صوفي تجاني علماني كله كان بيجيبوا ناس عبد الحي يوسف في البلد دي أيام الكيزان وغشوا الناس فضيلة المحدث العلامة مين كده ولد الددو يجيبوا قاعدوا يا اخوانا ده اخوانا يقول لك لا لا ده محدث ما حصل حدث بحديث واحد ولا واحد الألباني الألف كتب عشرات ومئات الكتب في الحديث وصحح سنة النبي عليه الصلاة والسلام وميز صحيحها من سقيمها بيقولوا ضال ومرجي بالله يا اخوانا ده المجرمين شهد له حتى الأعداء الألباني الأخوان المسلمين يقول لك مرجي لأنه بس رد عليهم وكشفهم وفضحهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دي طبعا عفانة قمة في العفانة والبياخة ما ممكن يا أخ واحد يبزغ لك في يدينك وتشيله تمسح بها خشمك وشلوفتك دي عوارة ويستدل ويقول لك انه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه كان بيشيل البصاق بتاعه يا ناس ده الرسول وده زول وسخان ما ممكن تقارن الرسول بزول ده لا يمكن ابدا واكبر دليل انه ده كان خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام ما ثبت ابدا فيما نعلم ابدا انه صحابي مشت برك ببصاق ابو بكر الصديق ولي ولا ما ولي ولي ولا ببصاق عمر بن الخطاب ولا بعرق عثمان بن عفان ولا بدمع علي بن ابي طالب لكن ده كله فعلوه بالرسول عليه الصلاه والسلام لانه ثبتت فيه البركه كيف ثبتت؟ لانه تبركوا به واقراهم فصار السنه اقراريه والامر خاص بالرسول لانه لم يفعل بغير الرسول حتى بالصحابه ما فعل حتى بالخلفاء الاربع ما فعل يا جماعه ده الوسخ ده اظن له 4 شهور ونص ما استحمى تجي تخليه بزوغ لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تنقل مقطع للصوفي محمد حسن ولد الددو يقول فيه أن جبل أحد صحابي والسبب أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يحبه إلا وقد رأى وذكر ما روى البخاري ومسلم حديث أنس وأبي حميد الساعدي أن جبل أحد يحبنا ونحبه كذلك أحد وهو جبل المدينة قال أحد جبل يحبنا ونحن نحبه فنحن نوقن أنه صحابي لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أحبه لا يمكن أن يحبه ولم يره فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به
يعتبر صحابيا، فأحد هو الذي بقي فوق الأرض الآن من الصحابة من نعرفهم. الخرافات محمد الحسن والددد الصوفية كثيرة، منها تعزية الاتيجاني والبساق المشهور لما زار رجلا صوفيا وأخذ بساقه وإلى غير ذلك. لكن هذه الخرافة عجيبة، ومن تأمل هذه الخرافة ظهر له صدق ما ذكر الإمام الشافعي فيما ذكره بالجوزي في كتاب تلبيس البيس، قال ما أن يكون الرجل صوفيا أول النهار حتى يأتي عليه الظهر إلا ويكون أحمق، رحم الله الإمام الشافعي. هذه خرافة عجيبة ويلزم عليها لوازم. أولا قوله إنه يحبه، فإذا هو لابد أنه قد رأه. من قال هذا؟ نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نره. ثانيا العلماء لما تكلموا على الصحابي عرفوه بالتعريف المعروف، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به إلى آخره، ولم يذكروا ذلك في الجمادات وغيرها. ثالثا يلزم على هذا إذا أن نكون تابعيين، لأن قد لقينا جبل أحد، ومن لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون تابعيا، إلى غير ذلك من الخرافات محمد حسن والد الددو. ومن خرافاته أنه يقول كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي ويقرأ القرآن فيشم شواء كبده. شيخنا بقي لنا ثلاثة. وكان أبو بكر الصديق في حال قراءته وفي حال صلاته يشم عنده رائحة الشواء وهو يبكي، وما ذلك إلا من احتراق كبده رائحة الشواء. نعم، يعني من شدة تأثر أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا كله يؤكد ما ذكر الشافعي أن الصوفي أحمق. وأذكر أنني بحمد الله في السنة 29 من الهجرة قبل أكثر من 10 سنوات قد رددت على الددو، فغضب كثير من الحركيين وبينت الأيام سخف عقلي وانحراف منهجي. لذا لا تستغرب أن تجده معاديا لدولة التوحيد السعودية لمخالفتي لها عقديا. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا طبعا من الإجرام، وذا والله تصديقا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي قرأناها آنفا. الرجل التافه قال من علامة الساعة ينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهو رجل يكون تافه وسفيه ولا قيمة له ولا علم له، وجهله جهل مركب. يقوم الأخوان المسلمين ينفخوا لك فضيلة المحدث العلامة وألغاب كبيرة جدا، والمحدثين بجد وبالحق يسبوهم الأخوان المسلمين ونقصوا من قدرهم. ليه؟ لأنه بس ما منتمين لحزب الأخوان المسلمين. شوف الشيخ الألباني الإمام المحدث العلم الذي قال عنه سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، قال ما رأيت تحت أديم السماء رجلا أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد ناصر الدين الألباني. وشهد له جميع العلماء قاطبة، علماء أهل السنة والجماعة، بل شهد له الأعداء شهد له قبل الأصدقاء، يسبوه ويقول لك ده مرجي. ليه؟ لأنه بس ما منتمي لحزب الإخوان المسلمين، وهذه الحزبية البغيضة. وكما كان يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى الإمام العلم، كان يقول ائتوني بحزبي صغير أخرج لكم منه كذابا كبيرا وقصدا. فمن كذبهم ينفخ ناس فضيلة، والله ما محدث، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. الددد ما عنده أي علاقة مع التحديث ولا عنده أي علاقة مع العلم أبدا. طلع علينا بالفتاوى هسه دي فتوى طبعا انتشرت في العالم، مش انتشرت لأنه فرحان به، انتشرت لغبائه. الناس بيضحكوا منه، حتى العوام ما عندهم علاقة بعلم الشرع والعلم الديني بيضحكوا فيه. وهذا قال جبل أحد، قال جبل أحد الصحابي قال لا. اثنين الددو نموذج رغم اثنين من دعاة الفتن ودعاة الإخوان المسلمين. محمد ولد الددو الشنقيطي ده قال شنو؟ جابوا له أيام الجماعة خارجين على السيسي حديث أسمع واطع في التلفزيون، المقطع موجود هو ده، يعني نقلت لك كلام وحشوه بعينك. قال جابوا له الحديث، قال لا حديث ما مقصود به كده، ولف ودور وسمع الحديث من البداية، وقال روالي محمد ومشي هناك المسند وابن ماجه ومشي بغادي وفلان لما المذيع نزل القضية مذيع ثاني انتبه قال له الوقت ضيق، ترى الوقت ضيق. قام في النهاية قال لا ما يقصد به هذا، وأوجب الخروج على شنو؟ الحكام.
وكل الذين قامت عليهم الثورات ليس أحد منهم يدعي أنه ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته ونائبه في تطبيق شرع الله، ولا يطبق أحد منهم شرع الله، فلذلك ليس لهم أي صفة شرعية يمكن أن ينالوا بها هذا المقام، وإنما وصلوا إلى حكم هذه البلدان بالتغلب، فإذا زال عنهم التغلب زال حكمهم وزالت مصداقيتهم، فهذا يجب الخروج عليه. ولا لا طيب، هل الاضرابات والمظاهرات هي من الخروج؟ لا لا، ليست خروجا، هذه مجرد القيام بحقه. لما مسك محمد مرسي الإخواني ذولم، لما كان ماسك شوف قال شنو ددد ذاته، قال محمد مرسي لا يجوز الخروج عليه لأنه ولي أمر، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا إذا كفر كما قال رسول الله. ومن المعلوم أن الأغلبية في مصر اختاروا رئيسا طواعية غير إكراه ونصبوه، فصار هو ولي الأمر في حقهم، وولي الأمر لا يحل الخروج عليه إلا إذا كفر، ولم يكفر محمد مرسي، وكنا معه قبل الانقلاب عليه بأسبوع وهو صائم يوم الخميس، وحضرنا إفطاره وصلى بنا صلاة المغرب، وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو مظلوم وتجب مناصرته. يا جماعة نازل ما محتالين، يعني أنت بتفصل الأحاديث بتجيب أشيلة خذ من الرف، تشوف أقرب أخواني تلبس عليهم اللي بتعجبكم، ده شغل الترابي ذاته. قال ما في حديث للرسول، كله كذب. قال أنا حسبي القرآن بس. قال لي إمامة المرة كيف؟ قال في حديث نبوي. يا محتال، قالوا مورغة في سنن أبي داود، قال حديث رقم 592، صلت بالرجال كذا، ما صلت بالرجال، صلت بالنساوين في بيتها، لأنه ما كان في راجل صحابي، وده حديث عصر صحابة بيصلي في البيت. انت قايله كوز ولا شنو؟ ما في راجل صحابي بيصلي في البيت يا مجرم. أي صحابي كان بيصلي هنا؟ قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعات إلا منافق معلوم النفاق. وحتى باقي المنافقين ذاته كان بيصلي في الجامع أحيانا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الآيات. طيب، لكن ده لعب، وفي النهاية طلع منهج الرجل الدد صوفي. وإخواني أخو مسلم، مشى لكبير الطواغيت على وجه الأرض مين؟ أنياس ولا بنياس ذاك؟ تجاني لما مات هلك، ربنا ريحنا منه الحمد لله. مشى قال عز في موته، قال الرجل نشر الإسلام ونشر الطريقة التجانية وعز على الطريقة التجانية وأثنى على التجانية. نسأل الله أن يمد في أعمارهم وأن يمد في عمر الشيخ التجاني، وأن يشفيه من كل داء، وأن يطيل عمره في طاعة الله. هذه الطريقة طريقة التجانية، ومجددها في هذا العصر الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه، نشر الله بها هذا الدين، ولها أياد بيضاء على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا ينكرها ولا يتنكر لها إلا مكابر. طلع صوفي مشى لي شيخه، قال لها بزغلي في يدي اختف، بس غلي في يده تمسح بها في وشه. يقول له يقول ايش؟ ده علامة يا ناس، ده علامة ولا حسرة وندامة؟ لكن الاخوان المسلمين بيصيروا لهم ناس ناس. واحد تلقى سمين، سايب بس سمين، والسمن ما عيب يعني كثير، سمين بس يجيبوا له يقول لك العلامة ولد الددو. علامة بتاع شنو يا اخي؟ كذابين كل محتالين. وعلماء اهل السنة والجماعة يصفوهم بأسوأ الالفاظ ويشتمون. شيخ ربيع يقول لك ديل مداخلة، وديل عبدة آل سعود، وده عالم علامة. الإمام الألباني محدث العصر قال لا يطعن في الشيخ ربيع والشيخ مقبل إلا أحد رجلين، اثنين بس، إما جاهل والجاهل يعلم، وإما صاحب هوى. ونحن قال نحمد الله، ده المحدث الألباني، ده العلامة بجد، مش الدد بتاعك المبتدع الصوفي الإخواني، ده العلامة بجد. لو كان هم عندهم ذرة بتاعت إنصاف وذرة بتاعت عدل نقح كتب السنة يا أخي. الحديث النقعة أنت كإخواني ما تقدر تعدها يا بليد. تي تطعن في علماء السنة، في الشيخ ربيع، في الشيخ الألباني وغيره. قال الألباني قال ونحن نحمد الله أن سخر لهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، دعوة السلف الصالح، مثل هذين الرجلين الربيع والشيخ مقبل. طبعا فيه أنت يا سافل قل لك ده المداخلة وده الجامية. لا بكره الإمام، والله أنا أسمي إمام جوا نخرة أي أخو مسلم أو حزبي أو أنصار سنة. الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله،
ليه بيضعنوا فيهم؟ لأنه من أوائل العلماء الأكابر الكشف جماعة الإخوان المسلمين وكشف الضال السفيه المبتدع سيد قطب، من أوائل الناس لحد ما ضربوا في الجامع دسلوا اثنين سرورية اثنين من أوسط في المحاضرة وضربوا. شيخ الفوزان كان موجود يحضر محاضرة الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله، شيخ الفوزان من الحضور وأنعم به من شرف، شيخ الفوزان حاضر وحجزهم يحجز الناس من الشيخ العلامة محمد أمان الجامي. عشان كده أي زول يصدع بالسنة وبالتوحيد يقول لك إما مدخلي وإما جامي وإما وهابي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويقول لك أنت أسلوبكم كعب، أنتوا أكعب ناس يا دعاة الفتنة يا أخوان مسلمين. والله بفضل الله نحسب أنه سلطنا عليكم، والله أنا نجمكم نجام إن شاء الله عمركم ما شفتم، عمركم بألسنة الحداد بإذن الله عز وجل، بألسنة الحداد بإذن الله عز وجل. بس أصبروا شوية، ودي بداية، إحنا يا دوب بدينا، مش يعني المحاضرة أنا مشيت دي أنا النهاية خلاص في المحاضرة، لكن المحاضرة كلها دي البداية. أصبروا لي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو يعني المذيع لا يقاطعني لأني سأتكلم في جزء من حقوق المرأة. يعني نحن في المملكة العربية السعودية اتخذت النساء وأكرمت وأدخلت على ما يقال مجلس الشورى، فماذا عن الجهة الأخرى؟ أنا زوجة معتقل منذ 9 سنوات، وهنا أنا أريد أن أسأل الشيخ بالله وأقول أنت الآن يا شيخ يعني الله عز وجل ما زال تقاطعني، فقط هي كلمة خطيرة من الشيخ. أسأله بالله يعني احذروا كرامتنا. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تدروها كالمعلقة تكون، يعني أنا خلفي مئات، أنا الآن أتكلم لا ليس عن نفسي، زوجي له 6 سنوات، أنا أتكلم عن مئات النساء التي الآن في السجون لأنها وقفت تطالب بزوجها، خلع حجابها، ضربت وانتهنت كرامتها، يعني كل شيء متصور. ماذا نفعل نحن زوجات المعتقلين؟ لما هذه الحكومة فعلت بنا كذا بدون سبب؟ يعني الآن أتكلم الغصب في حلقي، يعني أريد سبب لما هذا الظلم؟ جربنا كل الطرق، الأبواب التي يدعون أنها مفتوحة أغلقت في أستاذة الكريمة. حديثك وصل لمقاطعك، أرجاء الوقت يتم تماما. الفكرة وصلت، أسألك بالله أن تبين للناس الفكرة وصلت. أنا متعاطف جدا معك، الشيخ سيبين بإذن الله ما يشفي. يا شيخ عبد العزيز لديك سؤال على أختي الكريمة. أسألك بالله أن تقول ما يرضيك. طيب. وتبرد ذمتك أمام الله. الشيخ أسمعك تماما ويتماهى حقيقة مع هذه العبارات والعبرات. أشكرك يا أختي أم ليمان على جرأتك وعلى صدقك وعلى هذه المشاعر التي أبدتها. إذا لسنضي الآن أتدخل ربما بمداخلة يسيرا أذنت حتى يتسق الحديث في هذا البرنامج وسياقه ونهجه الذي أنشئ له من أجل تأسيس. لا نريد الحديث عن قضايا جزئية، وإن كنت أتعاطف كثيرا مع كل القضايا التي تتعاطف في هذه الحلقة أو في غيرها. ماذا عن التأصيل الشرعي لسجن المرأة، للتعامل مع المرأة، للتعامل مع المعتقل المسجون في الشريعة الإسلامية؟ السجن كعقوبة شرعية، هل هناك خيارات تأصيل إن أذنتم؟ السجن شيء من العذاب وضرب من ضروبه، ولهذا قال الله جل وعلا إلا يسجن أو عذاب أليم، قرنه الله عز وجل بالعذاب الأليم. بل جعل الله عز وجل السجن ولو كان لبهيمة ضرب من ضروب الإيجاب العقاب، وكذلك دخول النار، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاشر. السجن ضرب من ضروب العذاب، ولكن هذا لا يلجأ إليه على سبيل الاختيار إلا على سبيل الاضطرار، ولهذا ما جاء إلا في ندرة من مواضع العقوبة، ولم يأتي في حكم الله عز وجل في حد من الحدود إلا ما يتعلق بأمر الزنا في غير إحصان، وذلك ضرب من ضروب العقوبة تأديب. ولكن مسائل السجون التي ترد في صلاح الشارع وكذلك أيضا في كلام الفقهاء ليست هي المعتقلات الحالية التي يوضع الإنسان فيها بمتر أو مترين أو نحو ذلك، وهذه أمور ليست شرعية، بل يحبس الإنسان في موضع عام أو نحو ذلك، أو مثلا يقيد حركته من جهة تصرفه في نفسه، وهذا كمنع من السفر أو شيء مثلا من البيوت أو الدور أو نحو ذلك. يلمع من الحزبيين ويبرز على أنه الحافظ المحدث الفقيه الإمام، فاعلم أنه منحرف مثل الددو ومثل الطريفي ومثل العريفي. هؤلاء منحرفون على منهج الإخوان وعندهم انحرافات عقدية وشرعية، لكن هؤلاء يلم المحدث الكبير. Best scholars today living, or two best scholars, one would be Sheikh Mohammed Hassan Addadu. He's from Mauritania, but since the past few years he's living in Turkey, in Istanbul, and I've been meeting him for several years. Alhamdulillah, the last I met him was at the KL summit, and before that when I was in Turkey. He is one of the best living Islamic scholars in the world, as well as Sheikh Abdulaziz Al-Turaifi.